السلام عليكم طبعا الكاتب. في هذه الحلقة ويشي ماشوم الجانوديرما فطر الجانو معلومات إن شاء الله تعالى تسمعها لأول مرة من الألف إلى الياء. تتجنب النصب والاحتيال الجاري على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض الشركات وللأسف الشديد التضليل اللي يقومون به للأسف الشديد بعض مروجين الشركات اللي يتصلون بك على الخاص يقولون لك على الخاص ويقول لك إن هذا النوع من الفطر يصنع العجائب. في هذه الحلقة معنا إن شاء الله تعالى ابقوا معنا وإن شاء الله تعالى تتعلمون كل شيء فيما يخص هذا النوع من الميديسنال ماشوم أو الفطر العلاجي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم الدكتور محمد الجبار أخصائي الطب الوظيفي بالولايات المتحدة الأمريكية، دكتوراه في الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب الطبية، وتكلنا في اختصاصي إن شاء الله تعالى. ومن الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى كما يقولون في اللهجة العامية وخلاصة الخلاصة إن شاء الله. في هذه الحلقة إن شاء الله راح نستعرض لكم دراسة نشرت على المكتبة الأمريكية القومية للعلوم الطبية. استعرضت هذه الدراسة ملخص الدراسات اللي عملت من عام 2015 إلى حد عام 2021. كل شيء موجود وتم عمله على الفطر الريشي أو الجانوديرما. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى راح نستعرض لكم خلاصة هذه الدراسة الشاملة اللي حطت إنكلود كل هذه الدراسات الطبية. الفطر الريشي إخوان فوائده: أولا يحسن من أداء الجهاز المناعي ويرفع المناعة. ثانيا مفيد وممتاز جدا في حالة البرونكايتس أو اللي التدون الرئوي أو حالات الأزمة اللي هي حالات الربو وإصابات الجهاز التنفسي. مقوي عام ويستعمل أيضا في البروتوكول في بعض الدول جنب إلى جنب مع العلاجات الكيماوية المستخدمة بالكيموثيرابي في علاج الأوامل الخبيثة بكل أنواعها. مفيد لجهاز الدوران، مفيد لتقوية عضلة القلب، مفيد حتى للناس اللي معاهم انسداد في الشرايين ومشاكل قلبية، مفيد للجهاز الهضمي ويرفع من ما نسميه بالأتافجي أو قابلية الالتهام الذاتي إذا تم تناوله وممارسة نظام الصيام المتقطع معاه بهذه الطريقة. رائع جدا، يرفع من قابلية الالتهام الذاتي، يجعل الجسم ينظف نفسه من المعادن الثقيلة من السموم من حتى من الخلايا الغير طبيعية مثل الخلايا الأوام الخبيثة وغيرها. وهذا كله أخوان الأحباب مثبت بالدراسات الطبية. ثانيا الجرعات، الجرعات أخوان الأحباب ما بين غرام إلى 3 غرامات هو آمن بإذن الله. ولكن انتبه أخي الحبيب على اللي راح أقوله وضع تحته 10 خطوط. لو ذهبت واشتريت الفطر الريشي أو الريشي ماشوم أو الجانوديرما ووجدت العلبة غير مكتوب عليها هذه العبارة extract، هذا معناته أخي الحبيب أنه أنت تصرف نقودك على أشياء لن تنفعك. لماذا أخي الحبيب؟ لأنه الفطر العلاجي يتم استخدامه عن طريق ما نسميه بالإكستراكت، عملية الإكستراكت اللي عملية الاستخلاص أو التركيز. حتى أقرب لك المثال، لما تجد على العلبة مكتوب إكستراكت 10 to 1 معناتها هذا الفطر كل 10 كيلوغرامات منها تم استخلاصها وتحويلها إلى كيلوغرام واحد، يعني خلاصتها تحولت إلى كيلوغرام واحد، معادل إلى كيلوغرام واحد. وبالمثل كل كيلوغرام تم استخلاصه وتحويله إلى 100 غرام. لذلك لما تأخذ علبة مكتوب عليها extract 10 to 1 معناته هذا مستخلص يعادل 10 أضعاف اللي أنت تراه أمامك. هذا هو أخي الحبيب راح ينفعك، وهذا هو اللي يستخدم في الميديسنال أرب في الجانب الطب العشبي، ليس الباودر. يعني إذا اشتريت علبة مكتوب عليها ريشي ماشوم باودر أو جانوديرما ماشوم باودر هذه لن تنفعك بشيء. بالضبط مثل الإنسان الرياضي اللي يعرف أن التمر فيه سعرات حرارية عالية وفيه سكريات ينفع في الرياضة، وبنفس الوقت يأتي يأخذ تمر باودر على شكل كبسولة لن ينفع بشيء. أعتقد المثال الآن صار واضح أمامك. التداخلات العلاجية، حتى أكون صادق معكم أخواني الأحباب، إلى حد عام 2022 الآن تاريخ هذه الحلقة، التداخلات الدوائية مجهولة، الآثار الجانبية على استعمالها على المدى البعيد مجهولة بكل الدراسات الطبية اللي عملت بالشرق وعملت بالغرب. حتى لا يقول واحد هذا فقط في الولايات المتحدة أو في أوروبا، لا أخوانا، الدراسات الطبية اللي أجريت تم الاطلاع فيها على كل الدراسات اللي أجريت في العالم أخواني الأحباب. فالتداخلات الدوائية والآثار الجانبية على المدى البعيد مجهولة لحد هذه اللحظة. وبشكل عام أخواني الأحباب الداتا الموجودة إلى حد هذه اللحظة تقول بأنه هو آمن وما فيه أي مشكلة أو أي مخاطر على المدى البعيد.
الآن أخواني الأحباب، أكيد سمعت أنه فيه فوائد للأوام السرطانية، نسأل الله العافية للأخوة اللي يعاني منها. نعم أخواني الأحباب، فيه فوائد كثيرة وممتازة، ويستخدم كجزء من المنظومة الطبية، وانتبه على هذا الكلام. الصينيين أخواني الأحباب يستخدمون هذا الفطر منذ آلاف السنين، ولكن كانوا يستخدموه كجزء من المنظومة الطبية. يعني إذا دخل لك واحد على الخاص من وكلاء الشركات وقال لك اشتري هذا الفطر وتناوله وراح ينفعك ويعدل مناعتك وما أدري إيش، ولم يقول لك أنه لازم تقطع السكر وتقطع القمح وتقطع كل الأشياء المضرة والحلويات والمعجنات والمخبوزات وتلتزم بنظام غذائي صحي، فهذا الأخ للأسف الشديد خدعك أخي الحبيب، ولن تستفيد أي شيء من هذا الفطر العلاجي، فحتى تعرف إن شاء الله تعالى. لذلك أخي الحبيب، هو يستخدم جزء من المنظومة الطبية بالذات مع الأوام الخبيثة، يستخدم جنبا إلى جنب مع العلاج بالكيماوي والإشعاع وبدون تداخلات دوائية، وبالجرعة اللي قلنا لكم عليها جرعة غرام واحد إلى ثلاث غرامات من المستخلص، ولو كان فقط الموجود عندك الباودر ممكن تأخذ من عنده ثلاث غرامات في اليوم بعد وجبة الأفطار، أو تقسمها إلى غرام ونصف صباحا غرام ونصف مساء، أيضا لا مشكلة في هذا، وممكن تأخذها أيضا على empty stomach أو معدة فارغة، أيضا لا مشكلة فيه طالما لا يتعارض مع علاجاتك وطالما طبيبك لا يعارض استخدامه. الآن راح تقول لي بعد ما عرفت فوائده، بعد ما عرفت الدراسة اللي قلنا لكم عليها الكبيرة اللي يعني أخذت كل هذا الداتا الموجود، بعد ما قلنا لكم الجرعات الآمنة، بعد ما قلنا لكم التداخلات الدوائية وكيفية استخدامه، راح تقول لي دكتور الحلقة راح تنتهي وأنت لحد الآن ما أخبرتنا بأضراره. الآن أخي الحبيب، أضراره ومخاطره. لما تجي على امرأة مطلقة أصيبت بسبب حالتها النفسية بمرض جلدي، وهذا المرض الجلدي أدى إلى تساقط شعرها، وتقنعها أنه أنت لما راح تستخدمين الفطر الريشي على شكل دهان، يعني تخلطين مع زيت وتدهنين بمناطق الشعر، راح يطلع الشعر مرة ثانية، فهل يوجد مضر أكثر من هذا؟ لما تكون امرأة مطلقة على قد حالها تعمل موظفة تجبرها على شراء علبة تعادل نصف راتبها مرتبها اللي تتقاضاه، هل يوجد أكثر من هذا ضرر أخي الحبيب؟ لما تجي على إنسان مصاب بالأورام الخبيثة ويتلقى جرعات الكيماوي والإشعاع وتقول له اقطع الإشعاع والكيماوي وتناول الفطر الريشي هو راح يشفيك، وتعرض حياة هذا الإنسان إلى الخطر لأنه ممكن يموت، لأن العلاج بالكيماوي مهم جدا جدا جدا، وأنا دائما أقوله وأنا في مجال تخصصي، حتى لا تقول هذا دكتور درس في كلية الطب لا يعلم عن الأعشاب الطبية، لا أخي الحبيب، أنا عندي PhD بالأعشاب الطبية والحمد لله الأول على جامعتي وعضو في ثلاث هيئات بورد أمريكية، فلما أقول لك شيء أخي الحبيب أخذه وضعه وطبقه وأنت الحمد لله مطمئن على هذه المعلومة اللي قاعد أقول لك إياها. فهذا أخي الحبيب ضرر، وهذا أذية، وهذا خطر. لما تجي على إنسان أصيب بحرق وتقول لأقطع كريمات المتوفرة بالصيدليات كريمات الحروق وأقطع العسل اللي أثبت حتى بالدراسات الطبية ويستخدموه حتى أطباء التجميل في إزالة الآثار اللي يتركها المشرط الجراحي في عمليات التجميل، ورائع جدا للحروق يجعل الحروق تختفي للأبد، وتقول أقطعها واستخدم فطر الجانو أو فطر الريشي في علاج الحروق وتسبب له بعاهة أو بحروق أو آثار، وتسبب له بآثار تصاحبه ما تبقى من حياته بسبب استعمال الشيء خاطئ وطريقة خاطئة، هذا ضرر وهذا خطر وهذه أذية أخواني الأحباب. فرجاء أخواني الأحباب، الشركات وكلاء الشركات اللي تشتغلون بيها، رجاء حللوا خبزتكم مثل ما يقولون باللهجة العامية، ولا تخدعون الناس وتدخلونهم على الخاص. الآن لو يعني أريكم في صفحتي على الفيسبوك الخاص البلوك الحظر قائمة بهذا الحجم كلهم من وكلاء الشركات، أصور أخواني الأحباب يدخل لي على الخاص وأنا دكتور متخصص بهذا العلم ويقول لي هل سمعت بالفطر الريشي، هل سمعت بالجانو درما وهو يعمل كذا ويعمل كذا. يعني هذا الأخ المروج اللي يشتغل بهذه الشركة حتى لا يعرف القراءة والكتابة، يعني فقط يقرأ تحت اسمي أنه أنا دكتور متخصص بالطب الوظيفي والعلاج بالأعشاب الطبية، فكيف تدخل لي على الخاص وتقول لي سمعت بكذا وسمعت بكذا؟ نعم أخي الحبيب سمعت، وإن شاء الله تعالى راح أتأكد من أنك لن تخدع أي إنسان بأنه أنت تنسب شيء إلى عشبة، لا بأنه أنت تنسب فائدة طبية إلى شيء لا يمكن استخدامه بهذه الطريقة. إذن الفطر الريشي أو ريشي ماشوم أو كل أنواع الفطر العلاجية لا تستخدم على شكل مراهم أبدا أبدا من الأخير،
لا تمتص من قبل الجسم ولن تستفاد منها إلا عن طريق أخذها عن طريق الفم لأنها من الفطر العلاجي. في نهاية هذا الحلقة أخواني الأحباب، لكل الأخوة راغبين إن شاء الله تعالى في علاج أمراضهم المزمنة من جذور باستعمال الطب الوظيفي، على صفحتنا على الفيسبوك على الخاص تشرحنا الحالة بالكامل طول العمول والوزن، وإن شاء الله تعالى نتواصل معكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وموقعنا الإلكتروني، صفحتنا على الفيسبوك، نجمع على أسئلتكم واستفساراتكم. لا تنسونا من دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.